السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. الوقاية من فيروس الإيدز باستخدام حبوب بريب. حبوب بريب معناها إيه؟ كلمة بريب دي بالإنجليزي معناها Pre Exposure Prophylaxis، يعني الوقاية ما قبل التعرض. يعني لو واحد احتمال أن يتعرض للعدوى، فهذه الحبوب تمثل وقاية، وهي حبوب جيدة وفعالة، واسمها اختصارا بالانجليزي بريب. وهو اللي موجود في السوق نوعين بس المصرح بيهم الى هذه اللحظة، وواحد منهم اللي مشهور واللي بيستخدم المفروض بصورة يعني مناسب للجميع. ايه هي بقى هذه الحبوب اللي اسمها بريب ديت؟ وهل هي فعالة؟ وهل هي آمنة؟ وهل هي فعالة بتحقق وقاية من الإصابة بفيروس الإيدز بشكل كبير؟ طيب لما هي بهذا الشكل، طب ليه ما بتستخدمش كاروتين وعلى مجال واسع لتحقيق الوقاية من الإصابة بفيروس الإتش آي في؟ لحد ما يحصل ويجي يكتشفوا لقاح. الكلام ده كله هنعرفه في الفيديو، فخليكم معايا واستمعوا كويس. الموضوع ده انا كاتبه في الموقع عندي بالتفصيل للي يحب يبقى يقراه، بس هديكم ملخص عنه او الفكرة بتاعته عشان اقول لكم ان فعلا في حبوب اسمها بريب، وفعلا بتقي بشكل كبير من الإصابة بفيروس الـ HIV، وليه الناس ما بتستخدمهاش على نطاق واسع. وممكن اللي يحب بقى يبقى يقرأ التفاصيل كاملة يبقى يروح على الموقع اللي هو arafili.com، وهو ده موقع الدكتور هلال. على فكرة الموقع، أحب أفكركم، الموقع برضو اسمه dr-hilal.com، يعني هو ده الاثنين بيروحوا على نفس المحتوى. ديت بريب زي ما قلنا، هي واضحة قصادكم في الصورة دي، اختصار لكلمة بري اكسبوجر بروفيلاكسز. والمفروض اللي يستخدم هذه الحبوب هم الناس الأكثر عرضة للإصابة، الناس اللي بيتعرضوا للإصابة بشكل أو باحتمال كبير، ده الناس اللي هم المفروض يستخدموها. ايه هي بقى هذه الحبوب ومما تتكون؟ ما هذه الحبوب ومما تتكون؟ هي عبارة عن توليفة، يعني حبة البريب عبارة عن توليفة من نوعين من الأدوية اللي بتستخدم لعلاج الـ HIV، وبتشتغل بأنها بتمنع إنزيم معين بيساعد على تكاثر، إن الفيروس يدخل الخلايا وتكاثر، ففي وجودها يفشل الفيروس في هذا العمل، وبالتالي لا تحدث الإصابة بالرغم إن الواحد متعرض للإصابة. الحبوب دي زي ما قلنا إن هي عبارة عن بتتكون من اتنين من المضادات الفيروسات القهقرية اللي هو الريترو فيروسز. الواحد منهم اسمه M3 سيتابين وتينو فوفير. الاتنين دول مدمجين في قرص واحد، ولازم الواحد ياخدها يوميا زي حبوب منع الحمل كده. ودي احد مشاكلها او احد امور يعني عيوبها، انها لازم تتاخد يوميا وعشان تكون فعالة زي حبوب الحمل. لو ما كانتش تتاخد يوميا مش هتكون فعالة. مين بقى يتناولها؟ بيتناول اشخاص السلام بفيروس نقص المناعة البشرية غير المصابين، ولكن بيتعرضوا، يعني في احتمال ان هم يتعرضوا للعدوى، زي واحدة مثلا متجوزة واحد مصاب بالفيروس والفيروس عنده نشط، الجماعة مدمن المخدرات ربنا يتوب عليهم اللي بياخدوا المخدرات بالحقن، والجماعة الشواذ المثليين من الرجال برضو ربنا يتوب عليهم، بس لحد ما يتوب عليهم يقدروا يستخدموا هذه الحبوب. فإيه هي الدمجة بتاعت الحبتين دول، المادتين دول في حبة واحدة؟ طلع منهم كام دواء تحت اسم تجاري؟ طلع منهم اتنين، واحد اسمه تروفادا دول المعتمدين، واحد اسمه ديسكوفي، ماشي؟ الاثنين تركيبتهم واحدة، اختلاف في المشتقات حاجة بسيطة جدا. ودي صورة المركب اللي اسمه تروفادا، وده مركب فظيع من ناحية السعر زي ما هنعرف فيما بعد. ليه نتناول الحبوب ديت؟ السبب الرئيسي هو الوقاية، وزي ما قلت قبل كده ان دي زيها زي حبوب منع الحمل، لازم تاخدها كل يوم. مين بقى اللي بياخدوا هذه الحبوب؟ الناس المثلي الجنس، الشواذ من الرجال، او ناس طبيعيين بس واحد من
شريكين مصاب، والمخدرات جماعة المخدرات ربنا يتوب على هذه الفئات جميعا. طيب هل الحبوب دي آمنة؟ الدراسات بتقول إنها آمنة جدا جدا ولا يوجد لها أعراض جانبية ذات قيمة. طيب هل الحبوب دي فعالة؟ نعم فعالة برضو حسب الدراسات، إنها بتحقق حماية بنسبة كبيرة وبنسبة عالية جدا، دراسات اتعملت عليها هنا وهناك أثبتت فاعليتها. إيه بقى عيوبها؟ عيوبها زي ما قلنا قبل كده حاجة واحدة، وهو إنها لازم تتاخد كل يوم. طبعا في عيب تاني وهو إن سعرها غالي، وده السبب اللي يقول ليه لماذا لا تستخدم هذه الحبوب للوقاية من فيروس الإيدز على نطاق واسع. طبعا في كذا سبب، قلنا السبب الأولاني إن السعر عالي، السبب الثاني إن لازم تاخدها كل يوم كل يوم، فيعني عملية من ناحية العملية يعتبر الأمر إيه صعب شوية. ده كان ملخص عن الحبوب دي، يعني الناس اللي بعد الشر من الفئات اللي أنا قلت عليها ديت يقدروا يدوروا عليها ويلاقوها، وأظن إنها متوفرة في أماكن كتيرة وبتتباع برضو أونلاين، متهيألي حتى لو كان سعرها عالي يعني، بس أحسن من الإصابة بفيروس الإيدز وبعدين تعيش بعد كده في إيه في مشاكل وهم والأمور دي كلها. الموضوع موجود عندي في الموقع وهحط لكم الرابط تحت الفيديو، اللي يحب ياخد تفاصيل ياخدها، وبالمناسبة اللي يروح على الموقع يحب يتواصل معايا يتحاور معايا بشكل خاص في أيقونة هتلاقوها تحت كده في الكورنر الأخير من الموقع بهذا الشكل زي ما انت شايفينها كده لونها أحمر، اللي يضغط عليها يطلع له التشات زيه زي الميسنجر بالظبط، وتشات مجاني ما في أي تكلفة بتترتب عليه، ما فيش حد بتتعرض عليه إنه يدعم الموقع لما بيجي على التشات أبداً، إذا حد تبرع من نفسه ده شيء تاني. طب ليه ما بعملش التشات على الواتس أب؟ الواتس أب على المحمول لكن ده على الموقع، وأنا قاعد معظم وقتي وشغلي اللابتوب مفتوح قصادي، فتواصلي هنا أفضل وأسهل بالنسبة لي. دي حاجة تانية، إن أنت هنا على الموقع وفتح الموقع اوريدي، لما بتيجي تسأل سؤال ويكون ليه في موضوع مكتوب في الموقع مهم بروح محولك على الموضوع على طول، واخدين بالكم؟ بتبقى سهلة بالنسبة لك أنت تتحول على الموضوع وتقرأ الكلمتين اللي فيه تستفيد. ليه بقى؟ لأن بصراحة أفضل التحاور التثقيفي مش مع التحاور أنك أنت تسأل سؤال للدكتور فيديك المعلومة كده زي ما بندي الحبوب في الفم، لا أنا بميل أو بعتقد أكتر في الحوار التثقيفي، وخصوصا في نوعية هذه الأمراض أهم طريقة للوقاية منها هي الثقافة والعلم. فالحوار التثقيفي معناه أن أنت بتسألني سؤال صحيح بجاوبك عليه، بس بحولك إلى موضوع مكتوب لو كان في موضوع مكتوب عن سؤالك ومناسب، بحيث تقرأ الإجابة بتاعت سؤالك وتقرأ التفاصيل حولها، فتبقى مع تكرار التساؤل والتحاور معايا تتكون عندك كمية من المعلومات قيمة حول هذه المواضيع. وبكده أخواننا أنا خلصت الفيديو بتاع النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم وإنتم جميعا في أحسن حال وفي صحة جيدة وفي أحسن حال، وإن شاء الله تكون أمورنا جميعا أحسن ويكون وباء كوفيد ده انزاح من عندنا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.